FM. الكلمة ليك. خذ التليفون الرسمي باسم الهيئة. جاوبني. نجاوبك سي علي، أهلا وسهلا، مرحبا. أهلا وسهلا بك. مرحبا. كل مستمعين عايشك عايش خويا. كان توا معنا سي غازي المرابط اللي ساعة أكد وكونوا راهم على قدم المساواة ومازالوا ما شافوا حتى قائمة، مازالوا ما شافوا حتى شيء. الليلة في الليل عندهم الاجتماع متاعهم، وقتها باش يقولوا أنا هي القائمة اللي عندها الحق تقعد ولا هي القائمة اللي عندها الحق وما عندهاش الحق باش تحضر الانتخابات. ومعايا في الاستوديو سي خليل محجوب وعبد الرزاق شابي. مرحبا علي. وي نسمع فيك. مرحبا مرحبا بكل الحضور. سلم على سي خليل وسي عبد الرزاق. شكرا. مش عبد الرزاق الشابي المدرب راهو؟ مش عبد الرزاق الشابي نتاع الاتوال المدرب نتاع الاتوال اللي كان يجود كبرونات مليح؟ اي مانيش مش هو راهو، انا عبد الرزاق اخ تاع المسامح كريم. يعرف تشرفوا بك. شكرا شكرا. طيب سي علي، كنت باش نكون بحذنا لهنا حاصلو في الاستوديو، لكن طارئ مفاجئ اللي هو خاصه الاجتماع قلت لي معناتها راهو عندنا برشا خدمه وكل قاعدين نحضروا للانتخابات نتاعنا. دونك القائمه نتاعكم انتوما كيما سؤال سي علي سالته السي خليل، باش داخلين وانتوما باش داخلين؟ والله داخلين اول حاجه يظهر لي القاسم المشترك يظهر لي بين زوز قوائم اللي هما متكونين من ناس ديكلوبيست. ثم برشا عناصر خدمت في النادي الافريقي ديجا، ثم شكون حتى التوا مازال يخدم في النادي الافريقي. فيما يخص القائمه نتاعنا دونك متكونه من 10 اسماء سميتهم الكل ديجا. انت ما كنتش معنا. والبرنامج كما كنت حكيت عليه شويه البارح في إذاعة أخرى هو أول حاجة إعادة تهيئة الحديقة والبنية التحتية بصفة عامة، وذلك اللي في لمصلحة فرع شبان وكذلك صنف الأكابر في كل الرياضات. هذه حاجة هامة مش تحكي ولا على تكوين ولا على مستقبل ما غير ما تكون عندنا بنيه تحتيه في المستوى. هي الحاجه الاولى. النقطه الثانيه تخص اعاده تدعيم الموارد الماليه وتطويرها النادي. خاطر في الوقت الحالي النادي الافريقي ماهوش يستغل في حتى في 40 ولا 50% من البوتنسيال نتاعو، كو سوا في مبيعات نتاع لي برودوي ديريفي تاع النادي، في شرائح نتاع سيم كارت، زاد في لي برودوي ديريفي زاد يتباعوا كيف البوتيك في تونس العاصمه والنادي الافريقي الاشعاع نتاعو معناها يفوت العاصمه يظلي من بنزرت البنقردين. بي علي خلينا نختصر عليك. ديجا سي خليل قال نحن داخلين الانتخابات عندنا 4 مليارات حاضرين، هذوما فون داخلين بهم باش نجموا اوموان نسدوا الفلوس، وكانت نقصي الراديو بجنبك. الراديو لا ماني بعد فما يكون كان عندك توا سي بون توا سي بون. قلت لك سي خليل قال نحن داخلين ب4، انتوما قداش داخلين؟ بثمانية باش نقول لك. لا 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 نفدلك 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 ما نغلطوش الناس. سالي نفدلك عبد الرزاق. نعرف عبد الرزاق. لا احنا داخلين بانسوم تقرب للي قالوا سي خليل. حاجة أخرى زادة ثم زادة مداخيل معناها مداخيل قارة نتاع النادي اللي كزادة ماناش من الأول ماناش مداخلين باش نمسوها هي من الأول. ثم مستشارين جدد. ثم لجنة دعم زادة تحطت باش تكون مع القائمة هذه وفيها أسامي كبار كيما من الرؤساء القدامى تاع النادي الإفريقي وزادة ومن ثم أسامي معروفة في البلاد. كيما شكون؟ رجوع من هنا اليوم في الليل. كيما شكون؟ مازال على الليل.
الاسامي البيع هذاك. لا فما كيما برشا برشا سيمي كيما كوت الكرواسي القديمة كيما سي فضل عبد الكافي كيما سي سي ماهر السنوسيد وما دين دي كلوبيست اللي عندهم اسم البلاد اللي عندهم علاقات اللي قالوا سي حمادي بوسبيع في لجنة الدعم ولا؟ سي حمادي بوسبيع راهو ديما يدعم في النادي الافريقي كلكو سوا الاشخاص وما عمل حتى انونس باش يدعم ليستا على على حساب الليستا الاخرى دونك ما غير ما ندخلوا في الموضوع هذا وما ننساوش الوقفه الكبيره اللي وقفها مع الهيئه التسييريه في الفتره اللي تعديت اللي تعديت وخاطر كان مش وقفته هو ممكن رانا وصلنا لمشاكل كبار معناها في النادي. باهي نحب نختم معاك علي في كلمه الختام شكون شنو تقول للناس اللي باش يصوتوك؟ والله نقول للناس هذه لحظة مهمة في تاريخ نادي نادي الإفريقي كان ديما سباق وإن شاء الله تتعدى انتخابات في جو باهي واللي يربح نتمنى له النجاح بما فيه خير نادي الإفريقي. حبيت جوست توضيح آخر صغير تم برشا كلام راهو قاعد يخرج توا في مواقع التواصل الاجتماعي توا اللي ثم ضغوطات وثم ممارسات من القائمه اللي احنا فيها على القائمه الاخرى وشكايات قالوا عند هيئه ترشنت معناها انتم تحب تاكد ان انتم لا علاقه لكم باللي صار لعب سليم اليونسي منذ يومين التالي ما في بلاش صارت له حاجه وان شاء الله ما يصير له حتى شيء عبد السلام اليونسي كلوبيست ومانيش انا اليوم باش نجي نقول عليه مش متحقق بشيتي انا معناه معروف ما نتيحوش نمسوا بعضنا على خاطر انتخابات نتاع النادي الافريقي وبابي السائل الانسان اللي يسمع حاجه هكا يطلب حجه ولا يطلب بروف ولا يطلب حتى شهاده من عبد من الهيئات هذيا اللي فترة قالوا عملنا فيها ضغط مش هاو سي خليل محجوب بحدنا سي خليل عملتوا ضغط سي خليل والله صار ضغط علينا هو بالحق معناتها ضغط علينا ما نقولش انا التسييريه ولا الجروب هذايا تاع الحمديه اللي هو ضغط اما صاير ضغط على عبد السلام اليونسي باش ينسحب صاير ضغط عليه باش ما يقدمش روحه صاير ضغط عليه باش ينحيوا له عباد من الليسته نتاعو صاير ضغط كبير هذا ما ننكروش معناتها انا عايش هو عندي توا جمعه من اللي قرب الانتخابات وقرب ديلي تاع الكوتير والله فهموني شنو الضغط شو صاير ضغط على واحد يومين شو في الايقاف شو اللي صار وخلي المستمع يعيش اي مش في الايقاف عيطوا له بحث كذا سوايع ولا اربع سوايع هذه مساله قانونيه قضائيه يعني خلاف الضغوطات لا وقت اللي علاش سي عبد السلام اليونسي وقت اللي كان يمشي ويجي حر طريق المده الاخرانيه ما صار له شيء وما عيطولوش علاش وقت اللي قربت الانتخابات في الجامعه هذيا ولينا نحاش نفسي عبد السلام اليونسي هذا هو السؤال إيه انت راكي عيطولو هذا يلغي ترشحه لا ما يلغيش ترشحه هو ما يلغيش ترشحه سيد شفاه هو مشكل لا مشكل عبد السلام شو واحد يبدا في الايقاف مثلا لقدر وقفه ما نقول حتى واحد اي جاه لا مش ايقاف معناها فما بريسيون سوغ تاع بريسيون عدوك البحث يا اخي تي المركز باش تطلع تاع تاريخ تخاف لا علاش تخاف انت بتخاف من شيء اذا ما كعملت شيء فما بريسيون قلت فما بريسيون في النقطة هذه بالذات هو ما عمل شيء هو ما عمل شيء أي هو ما عمل شيء أما فما بريسيون صايرة على القائمة تاع حسين ما نقرا حتى حد بفضل عليك واضح سي علي علي الضغوطات موجوده منين جايه تو يتحدد من بعد اما الضغوطات موجوده انا ما ننكرهاش انا عايشها راه يوميا فهمتني موجودين لا ما كل ما لا يا علي انا ما رميتش كلام قلت انا ما نعرفش من فين من شكون جايه الضغوطات قلت لك اما فما ضغوطات على القائمه تاع عبد السلام اليونسي عندي سؤال صغير علي انا اللي كنتي تسمع فيا هاي سؤال صغير
في المشروع الانتخابي نتاعكم قلتوا باش تعاودوا البنيه التحتيه تاع النادي الافريقي، باش تطلعوا في الموارد تاع النادي الافريقي باش تعاونوها، باش تعملوا الحوكمه رشيده، فهمتني؟ باش تركزوا على الجان. نحب نسال انا جوست سؤال، الهيئه التسييريه هذه موجوده من 23 نوفمبر في النادي الافريقي، علاش هذا الكل ما ريناهش لتوا على على ارض الواقع؟ La situation de crise mais elle est موجوده. La situation de crise mais elle est موجوده. خليجي. لا انا قلت ما ريناش حتى بوادر نتاع حاجه على ارض الواقع. فما فيستيريت في وضع كارثي، في وضع كارثي. 15 ملايين يتقدوا الفيستيريت هذوما. فما ولاد صغار من غير تنويات، من غير حتى شيء. معناتها هذا وقت اللي نحبوا رجلوهم إذريك. لا صاروا الجرافيت وقت كنت زاد راهو. هنا ما نحبش نخيد على رمضان هذا. إيجا نقول لك لا نحكي لك على المشاريع، مانيش نحكي لك لا على رؤساء لا حاجة، نحكي لك على المشاريع. قلت لك علاش هذا ما بديتوش فيه. طلبت فيستير. نبداو بالحاجات السهلة. ان شاء الله واللي ربح صح عليه. احنا زد برافو. خاتمة حلوة برشا سي علي، يعطيك الصحة سي علي. كابا فان الكلمة ليك.